فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع عرض القرآن على الجماعة كاملا في صلاة الفجر فيبدأ؟ لا، لا، هذا نهى عنه الإمام أحمد، وهذا أيضا يحدث يعني مشقة على الأئمة، ما كلهم يطيقون هذا، وعلى المأمومين، وهذا الشيء لم يفعله السلف، لم يفعله السلف، ما كان هذا في رمضان صلاة التراويح. لكن من العجيب أن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن في صلاة الفجر يكملونه لا يقرؤونه في صلاة التراويح، مع أن السنة أنه يقرأ في صلاة التراويح من أوله إلى آخره. نعم.